رجعت على الحياة الطبيعية المفروض عيشها، وقررت انه انا ما استسلم للوضع واقدر انطلق بالحياة اعيش حياتي كشاب كان عمري 20 سنة. من 18 سنة تعرضت لحادث سير، كنت على موتور ضربتني سيارة مما سبب شلل، لقلي شلل رباعي شبه رباعي، وهذا الشيء خلاني يصير مقعد على الكرسي. الصعوبة مع المعوق بترتكز على شغلتين، في اول شيء المجتمع ما عم بيكون عم بيساعده كتير، في اوقات هو انغلق على حاله وكمان بطل يكون اكتيف، بطل يكون مثابر او مشجع لغيره، فبيستسلم لوضعه. ورفضت انه استسلم للمجتمع ولتفكير المجتمع، بلشت نبش باول طريقه وسائل النقل تبعي كيف بدها تكون، ان كان من خلال كرسي كهربائيه اقدر اتنقل لوحدي يكون عندي استقلاليه، ان كان من خلال سياره اقدر اروح مطرح ما بدي بلا ما يكون معي ثلاث اربع شباب يحملوني ويحطوني بسياره عاديه وينقلوني، وهيك تكون عم عيش استقلاليه اكثر واكثر. ومن هون انطلقت بحياتي، جبت سياره من لبنان عادي فان، عطشنا له سقف وعملنا له طلعه وصرت اقدر اتنقل فيه. لما عملت هذا المشروع وبلش يجيني اتصالات من اشخاص بحاجه لهيدي الخدمه، جهزت السياره مثل ما انك شايفه، ويكون بكل سهوله بيقدر المعوق هو على كرسته بيطلع بقلب السياره وبيكون مرتاح جدا، وما ضروري يكون عم ياخذ معه 10 اشخاص معه. انا شخص من هيدا البلد، انا شخص من هيدا المجتمع، ليش مش انا بلش بالتغيير؟ ليش مش انا بلش فكر عن غيري؟ انا بدي اعيش حياتي، بدي اكون مبسوط وعندي هدف بحياتي انه انا ما بخلي حدا يسرق فرحتي مني.